يكون هو مثال للبقية إن شاء الله يحزو حزو إن شاء الله. على وزير الاتصال والمدراء المؤسسات الإعلامية الوطنية وهذا فقدنا المركز الدولي للصحافة وتفقدنا كل مكاتب تاع وسائل الإعلام موجودة هنا في المركز، سواء مكاتب تاع الإذاعة تاع التلفزيون تاع وكالة الأنباء الجزائرية R24، وزرنا كذلك قاعة التحرير المخصصة للصحفيين الجزائريين والأجانب سواء الصحافة العمومية أو الخاصة، وكل ضيوف الجزائر من الإعلاميين، وتفقدنا كذلك تجهيزات وطمع كاين تجهيزات حديثة وضعت سخرت من طرف الدولة الجزائرية لصالح الصحفيين، وهذا لتسهيل العمل تاعهم في تغطية هذا الحدث الهام. والدور تاع الصحفيين هو دور هام لأنهم هم اللي ينقلوا الصوت والصورة للخارج، وعندنا كثير من الصحفيين الأجانب كذلك سألناهم وراهم أكدونا بلي راهم يخدموا في ظروف حسنة جدا، بالتحضيرات اللي قمنا بها اللي قامت بها وتجهيزات الإمكانيات البشرية والمادية اللي جهزتها الدولة الجزائرية، احنا متفائلين باش القيمة تكون 100% ناجحة.